لكن رجاء لا تجلس فارغا، فإن الفراغ مفسدة، إن لم يشغل صاحبه نفسه بالخير أخشى يشغله بالشر. وتأملوا في أبنائنا في الإجازات، تكثر المشاكل. لماذا بعض الأمهات إذا أقبلت المدارس ماذا تقول؟ الحمد لله فرج الله عنا بالمدارس. العيال يقولون ليت المدارس تسكر ما تفتح الباب. هؤلاء مستمتعين بالفراغ، والفراغ أضر أمهاتهم. تصور لو أن يشغلنا أبناءنا بالنافع، بفروسية يركب خيل، برياضة يلعب رياضة، بحفظ السنة، بحفظ القرآن، بصلة الأرحام، بالمشاركة في الأعمال الخيرية، بالمسابقات الثقافية، بقراءة كتاب، بأي شيء. وإذا وصل إلى النوم يا الله يوصل لينام، استمتع بالفراغ وبنى عقله، بل وبنى أمته. لذلك يا أيها الفارغ، دونك الدنيا دروبها وفجاجها واسعة، اسلك شيئا إما أن تصل معه إلى أجر أو إلى أجرة أو إليهما جميعا. أسعد الله قلوبكم.